متتبعي الأيام 24، مرحبا بكم معنا. كنتواجدوا أمام المستودع الأموات بالدار البيضاء بالرحمة مع الأم حياة وقضية تامي بناني. اليوم الأستاذة حياة والأستاذة زينب خيار جاءوا لعند المحافظ ديال المقبرة ديال الرحمة باش ياخذوا شهادة الدفن، باش يديروا ورقة ديال عدد الموتى والورثة. غنشوفوا معهم شنو وقع، شنو قال لهم المحافظ، وشنو هي التفاصيل. أستاذة حياة اليوم جيتوا باش تاخذوا شهادة الدفن، شنو صبغيتوا، شنو وقع اليوم؟ السلام عليكم. جيت لعند السيد المحافظ باش نثبت باش ناخذ ورقة، ناخذ ما يفيد، ناخذ شهادة الدفن ديال تهامي بناني. من بعد ما سحبنا التكييف ومن بعد ما تجاوزنا مرحلة ديال القتل، صافي القتل لا نقاش فيه، دابا خصنا نثبت الصفة ديالي أنا، وخصني نقضي الأغراض ديالي عادية ديال ناخذ نسقط ولدي من الحالة المدنية وندير مسائل ديالي القانونية. إذن أنا ملي جيت عنده أنا والسيدة المحامية ناض كيقلب في عطيته المراجع، كيقلب في السجل، صاب باللي 440 اللي هي اللي عندنا في جميع المحاضر وجميع التقريرات التقارير وجميع ما يخص تهامي بناني. عندنا 440 في 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 زعما في الكفن ديالو وفي القبر ديالو، الرقم ديالو يعني باش يستدلوا به. ملي قلب صاب هذاك التاريخ اللي عطيته انا كمرجع واللي هو عندنا في 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 الوثائق ديالنا، اللي هو 29 شهر 4 2007، 440 شهر 4 2007 نهار 29. يعني ما طابقش هذا الشيء. دابا حنا عندنا مكتوب هذا الشهر المرجع من عطاتو السيد المحافظ باش يبني عليه ويقلب على الاثر ديالو، ما صابوش، صاب باللي 440 ما عندهاش نفس التاريخ. قلت له سيدي شفنا 440 في تاريخ اخر، قال لك لا 440 كتكون مره واحده. واخا واش من تاريخ لقى فيها؟ لقى التاريخ ديال 21/7 شهر 7/2007. حنا كنقلبوا على 29 شهر 4/2007، يعني النهار اللي تلقات ديك الجثه. اييه، وهما كاتبين 440 في شهر 7/2007 نهار 21. اذن انا تلخبطت، وحتى السيد المحافظ هو تلخبط، ما عرفش شنو غايقول لي، ما عرفش واش يقنعني. قال لي هو يحني على السيده الطبيبه ديال التشريع ديال الطبيبه الشرعيه. قال لي سير عندها، هي اللي كانت دارت التشريع في 2007، قال لك هي اللي عندها المصادر، وهي اللي جابت لنا هذا الشيء لهنا بهذه الوثائق هكذا، بهذا الشيء اللي عندي دابا انا في السجل. انا ما غنقيتش في السجل شي حاجه اللي ما شفتهاش بعينيا. السجل قيد فيه داك الشيء اللي جا عند السيده ديال الطبيبه الشرعيه. إذن دابا انا واش جيت، انا جيت عند السيده الطبيبه الشرعيه، المهم السيده كانت مشغوله خدامه، دارت معنا باش نعاودوا نتلاقاو بها لاجل ما عطاتناش غير مسمى، وانا ما شفتهاش. موعد اخر ولا لا؟ ما عطاتناش، هي رفضت تستقبلنا، كنا عائله. قالت انا ما كنستقبلش العائله، ما قالتليش، انا قالت لها السيده الانترميديير بيناتنا. واخا معاك المحاميه؟ واخا معايا المحاميه. قلت لها بدي راه معنا زعما الصفه كاينه هذا. قالت لك لا انا ما غاديش نستقبل العائله، انا عندي الكلام مع وكيل الملك. ما قلنا شيء، ما عندنا ما نديرو. السيده خدامه عطاتنا هذه المعلومه، السيده اللي كانت طلعت عندها علمتها بكون جينا وشنو بغينا الى اخره. دابا غادي نجيو عندها، حنا ما عندناش ميعاد، غادي نجيو عندها غدا ولا بعد غدا نعاوتاني نشوفوا الاحوال شنو هي، هذا الشيء اللي كاين. المهم ما بغاش تستقبلنا لان مشغوله. نعم. قلتي لي قبيله على المحافظ، قلتي لي كان 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 شي تناقض في الهضره ديالو. المحافظ دابا حنا في 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 في, في, في التقارير اللي عندنا ان المحافظ تجاهل القبر، زعما 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 القبر حياتك ما تعرفوش. دابا ملي الحكم كان ديال استخراج الجثه في 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 بحكم ديال السيد القاضي، جينا للمقبره كاملين، داك القصه اللي عاودت لكم ديال معلموناش الى اخره. جينا انا والسيده المحاميه حضرنا لاستخراج الجثه، صبنا الجثه يعني كتنافى مع 19 مع 15 عام،
يعني جينا الطب الشرعي شفناها باقيه جديده كونجلي اوفان دي كونجلي وباقيه حاشاك فيها ريحه الى اخره، ما كيهمناش. دابا ملي جينا عنده لانه هو من نهار اللي مشينا للمقبره باش يتم استخراج الجثه، يعني راه ماشي مشى مقود، مشى نيشان، ما بقاش يتجاهل، مشى نيشان وما مشى الا حتى دار عينو على السجل اشنو فيه اش من رقم ومشى. اذا هو كان عارفه ماشي هو باش خرجت لنا بنت الله يرحمها، ودابا تيقول لك اودتي راه عنده ماليه راه ذكر وراه شنو هادشي راه الحماق، هذا الانسجام راه غادي يحمقني. وانا كنحمل مسؤوليه للدوله، كنحمل مسؤوليه للدوله والقضاء وكل واحد دار البصمه ديالو في هذا الملف هذا. عباد الله قلت لنا بغيتو الصفه ديالي، انا كنقلب على الصفه ديالي ما عطيتوهاش ليا، شنو غادي ندير؟ ما عندي ما ندير. اذا انا يعني كنقول دائما تنأكد على هذا الولد هذا اللي هو مقتول ومنكل به وكل حاجه خايبه درت فيه. اذا واش ما بغاوناش نعرفوا التتمه ديال من بعد 11 اللي اشنو وقع، ما بغاوناش نعرفوا اشنو وقع قبل. احنا عارفين فوضنا امرنا لربي، ما عندنا ما نديرو، ولكن كيف كيقولوا لا هادي ما يمكنش. ورضينا بالهم ولا مرضى بينا، ولدنا راه مات رحمه الله مشى في اجله واخا، ولكن باش نتحرم من ولدي حتى القبر ديالو حتى هو او الصيفه ديالي او حتى حاجه ما نعرفها، راه ما يمكنش. علاش خليوني انا في هذه المتاهه هذه؟ علاش؟ راني ما غنسكتش وما عمري ما غنسكت وغادي نمشي بعيد. انا كنقول لكم من هنا انا غنمشي بعيد، وانا دابا في هذه الساعه كنقول راني حطيت السلطات في ورطه، راهم في ورطه. هاد العبد اللي حقروه راه وضعهم في ورطه ويخرجوا راسهم من الورطه. اكيد تخبرتي مع المحاميه من بعد هذا الشيء اللي وقع اليوم، شنو هما الاجراءات القانونيه اللي غيديروا؟ السيده محاميه دارت واحد الاجراء قانوني اللي هو دارت طلب للسيد رئيس ديال المجلس في المقبره، وغادي ان شاء الله غادي يتم الجواب عليه، وغادي درتو كتابي باش الرد يكون كتابي، وفي الجلسه ان شاء الله عاوتاني غادي يدلي اثناء الجلسه غادي يدلي ما يفيد شنو وقع في هذا في هذا في هذه الخرجه هذه. الله يدير لك شي تاويل. امين امين. إذن كيف ما تبعتوا معنا مشاهدينا الكرام كانت هذه بعض التفاصيل وبعض المعطيات الجديدة في ملف تهامي بناني. دائما كيف ما وعدناكم غنبقاو على التواصل وغنبقاو دائما على تتبع لهذا الملف. مشاهدينا الكرام إلى اللقاء. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.